شخصية العالم من أوتريكا. شكرا للكابتن التتش وصالح سليم ورفعت الفناجيري. مع يعني التعليقات والاغاني الخاصه طبعا بالنادي الاهلي في نهائي افريقيا ان شاء الله بامر الله، يعني نكون متواجدين بنهائي افريقيا بعد ان شاء الله ان احنا نعدي هذه الموقعة الصعبه لفريق النادي الاهلي. مباراه ليست سهله ان شاء الله، لكن ان شاء الله هنسهلها على نفسنا من خلال التركيز الفني واداء اللاعبين في هذه المباراه والدعم الجمهور الكبير اللي هيكون في مباراه النجم والاهلي طبعا اللي هيكون ان شاء الله في استاد الجيش برج العرب. معايا في الاستوديو استاذ عمرو كمال الناقد الرياضي باخبار الرياضه. استاذ عمرو برحب بحضرتك منور قناه الاهلي. كابتن محمد سعيد ان اكون معاك ومع جمهور ومشاهدي قناه النادي الاهلي النهارده، وان شاء الله نقول كلام كويس يعجبهم. يا رب يا رب. لا اكيد دايما بستنى استاذ عمرو، يعني ضيف كبير موجود معانا، واكيد اخبار الرياضه دايما موجوده من خلال تواجدك وكتاباتك دايما بنتابعها. يعني خليني اكلمك الاول على مباراه النجم، هي الشغل الشاغل حاليا بالنسبه لنا والكلام عليها، لانها مباراه مهمه ليست للنادي الاهلي فقط ولكن لمصر، هي تكمله او تكمله مسيره لاسم الكره المصريه في القاره الافريقيه. هو بالتاكيد طبعا المباراه، انا سامع في حضرتك في مقدماتك وحتى في نهايه الفقره اللي فاتت بتقول مباراه صعبه، مش هتكون اصعب مثلا من مباراه الترجي التونسي. انا عن نفسي كنت من الناس اللي بص بالنسبه للكوبايه نصها الفاضي قبل مباراه الترجي، وقلت فرقه الاهلي مش هتقدر تعمل حاجه هناك، انما ان انك تعمل حاجه هناك وتفوز وترجع فايز من هناك، وبعد كده انت دلوقتي مطلوب ان انت تفوز على ارضك، اظن ان الامور لو بالحسابات وبالارقام تكون في المتناول ليك. ولكن ان انت عندك بعض الغيابات، زي ما كان عندك ممكن يبقى عندك اللعيبه كلها الاساسيه ولكن اقل في الناحيه الفنيه واقل في الامكانيات النهارده. مش موجودين النهارده زي ما كان في مباراه الترجي الاولى هنا. فاظن ان الباور بتاعك الاساسي موجود معاك، بس كنت اتمنى ان هو مثلا يبقى زي ما حصل في استاد مختار التتش، تشحن بطارياتك بحضور جماهيري قبل المباراه دي زي ما عمل طفره رهيبه صحيح قبل مباراه الترجي. ممكن اخش معاك في الحوار في الجزء دي، يمكن وجود جماهير قبل مباراه الترجي كان بسبب طبعا ان الجمهور مش هيبقى متواجد بالكم العددي في المباراه هناك في تونس، ولكن اما اللعيبه تشوف يوم المباراه على طول الجمهور ده غير اما تشوفه على يومين. حلو ان انت بتقولي ده، لان انت لعيب، انت اللي حاسس وانت اللي كنت بتبقى في المستطيل الاخضر وشايف العدد. لكن اما الاقيه مره واحده الوضع بالنسبه لي مختلف. هو ده هو ده اللي انا خايف ان انت تلاقيه مره واحده. ليه؟ لان انت بقالك فترات كبيره جدا ما انت سامع الجمهور. ده انت بتسمع عامل الكوبايات لو بيدي لعضو مجلس اداره كوبايه وهو بيقلب كوبايه الشاي. ليه؟ ما فيش حد في الملعب. انما لما تلاقي مره واحده 50,000 متفرج، المخاوف ان دلوقتي بقت الارض والجمهور بيلعب ضدك. ليه؟ بيبقى على كاهلك اعباء جامده جدا، بدل ما انت بتفكر في النجم بس وبتشوف الاجنحه بتاعته وبتشوف نقط مراكز الضعف بتاعته ونقط القوه، وانت مركز مع خطه المدرب بتاعك، انت قلقان من الجمهور ده طالب منك ان انت تكسب، فبيبقى بيعمل عامل سلبي شويه. فعشان كده لما الجمهور جالك اتمنى ان لسه بطارياتك تكون مشحونه منه، بطارياتك فاهمه احاسيسه هو عايز ايه، بطارياتك يعني بتقول لك اوعى تتخاذل او مش تتخاذل، اوعى تيأس، ما تقوليش بقى هيجيب لك اللعيب البرازيلي ولا الجناح بتاعهم بتاع تونس ولا اللعيب ده اصلا مهاراته ايه ولا مكشوف بالنسبه كل ده امكانيات موجوده قدامك. انت عندك نقص اللعيب اللي موجود ممكن جدا يبقى عنده طفرات نفسيه اكتر من اللعيب الاساسي، عايز يلعب على اللي قدامه، عايز يلعب على اللعيب اللي مش موجود، عايز يثبت للمدير الفني انا موجود هنا، ابقى اديني بقى في الدوري بعد ما باذن الله نطلع النجم، بعد كده يمكن كوبر تلاقيه في الوسط ال 50,000 دول، اما اخليه اخبط على باب كوبر اقول له ما تبص كده تاخدني في الثلاث اربع تنفار اللي لسه ممكن يتاخدوا في منتخب مصر. كل دي حوافز اظن ان هو لعيبه النادي الاهلي لازم يخشوا بيها المباراه. انا اقول لك كمان، يعني خلي بالك لعيبه النادي الاهلي هو التحفيز بتاعهم مش بس وجود الجمهور في الـ في الـ في الاستاد، هو وجوده كمان وجود اللاعب نفسه وتفكيره دايما في الجمهور وهو ماشي في الشارع، واهله اللي هم مربينه واهلاويه كل ده الناس وانت ماشي بيكلموه، ما هو ده برضه يعني بجد. يعني انتم ما بتبقوا اصلا غالبيه اللعيبه ونقول للمشاهدين
تلاقي حاطط سماعات على ودانه وممكن لعيب تلاقيه خارج باتنين موبايل على ودانه من التدريب، يعني بيبقوا مركزين في ده مش قافلين الازاز بتاع العربيات ومنفصلين عن الدنيا، سامعين ده وحاسين بيه. طبعا طبعا ده اللي مهم، لان هو ده الوقود دايما بالنسبه للاعيب الكوره اللي بيبقى في نادي كبير زي النادي الاهلي ومطالب دايما يا استاذ عمرو انك تاخد بطوله وتكسب كل مباراه. يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا كنا لما نيجي نتعادل مع ايام جنة طبعا، وكنت بلعب مع، انا ابتديت مع كابتن شوبير وكابتن اسامه عرابي، مع كده امتداد لكابتن وليد صلاح الدين بقى وكابتن هادي خشبه، كنا بنتعادل ماتش ما نقدرش، انا ما كناش نقدر ننزل من البيت، ده حقيقه. فالوضع يعني لعيبه النادي الاهلي محطوط تحت ضغط معين، محطوط تحت تلسكوب معين، فبالتالي وجودك في مباراه زي كده اعتقد ان هي مسؤوليه انت حاسس بيها بشكل كبير امام فريق قوي، فريق انت عارف هو مستعد لك بشكل عامل ازاي، وفي نفس الوقت جمهورك اللي هيجي يشجعك بالكم. وعشان كده يعني تاكيدا على كلام حضرتك ان الدوري تلاقي بقى فيه فوارق بسيطه ليه، لما مثلا تيجي تلاقي ان مثلا حسابات الاهلي قدام طلع الجيش تبقى اتصعبت، قدام سموحه تبقى اتكركبت، قدام مين تاني فرق يعني الانتاج. طب انا عايز اقول لك ان مباراه الزمالك وسموحه حتى الان 2-0 دي انا مثلا اهو ده مثال حي ليه الطفرات دي اللي كانت مهوله حاصله، ان كان الجمهور بيبقى عامل دعم شديد للغايه لفرق الاهلي، لفرق الزمالك، لفرق الاتحاد السكندري، لفرق غزل المحله، لفريق مصر المخصه مع الفيوم، لفريق اسوان وهو معاه. فانما بقى تيجي على فرق الشركات وفرق الوزارات تلاقي ان الفوارق دي تقلصت بشكل كبير جدا، وزي ما تكون بتعمل تورته بدل ما هتجيلك منفوخه تلاقيها اتكبست خالص، فبقت الفوارق بين انديه الشعبيه وانديه الشركات والوزارات مفيش بقى، ايه امكانيات اللعيب قدام امكانيات اللعيب، بقت الامور سهله شويه. عشان كده مثلا تلاقي زي ما حضرتك بتقول الزمالك دلوقتي خسران 2-0 بعد سلسله تعادلات. الاهم بقى كمان ان هو في مباراه باذن الله النجم في مش عايز يحصل الشبع، مثلا ده مصر خلاص وصلت كاس العالم، مش عايز يحصل ان الجمهور يا عم خلاص ده كده فضل ونعمه وسيب بقى الناس التانيه تسترزق وتونس طب ما تونس خلاص على مشارف كاس العالم. ولكن المخاوف اللي بتتولد جوايا ان الشركات الراعيه بتاعه الاتحاد الافريقي ليها لعب كتير في الامور دي، ويقول لك مثلا الاهلي فاز ببطولتين ورا بعض، لا اركنوا شويه عشان ندخل فرق من اصحاب البشره السمراء، ندخل فرق من غرب افريقيا، ندخل فرق من شرق افريقيا، عشان الامور تفضل فيها اثاره وشغف للجمهور وهو مش عارف مين اللي هيحسم البطوله. عشان كده لما تلاقي ان الاهلي بيكسب ممكن جدا تلاقي كوره زي بتاعه انرامو لما خرجها بايديه ومحدش اتكلم، وبعدين مثلا في مباراه السنغال وجنوب افريقيا ثبت ان في حكم مرتشي وتم ايقافه وهيتم اعاده المباراه. فده بتخش فيها عوامل كتير قوي الشركات الراعيه، تخش في كاس العالم، تخش في الدورات الاولمبيه، تخش في ابطال الدوري الافريقي. الامور دي لازم الاعلام بقى الاعلام يبقى يعني عنده أريحية أكتر من كده، التوسع في الأفق أكتر من كده، يساعد الأندية المصرية مش بضغوطات سلبية، مش إن أنت عايز تسرق حكم ولا تحطه تحت ضغط، لا يساعد الأندية المصرية والمنتخبات المصرية إن أنت دائما وأبدا بتسلط الأضواء. عشان كده مثلا لما كان في مباراة مصر وأوغندا في كوماسي كامبالا عفوا دايما انا بكتبهم غلط، فكان الحكم الموريتاني هناك بعد البطوله العربيه يعني يكاد اللي هو المغرفي يكاد ركبه بتخبط في بعضها ومختلف ومضغوط عليه جدا بسبب ان احنا هنا كاتبين نقد نقد نقد. فعشان كده برغم نقدنا للسوشيال ميديا الا ان هو بيخش وهو في موريتانيا اقصى غرب افريقيا على اللي بيحصل هنا في مصر، فمجالك بقى في البطوله العربيه الاهلي والزمالك وان هو غلط كتير في المباراه بتاعتنا، فتلاقي ان هو لما جه قدام منتخب مصر كان مرعوب لدرجه ان دي بقى ممكن تتقال دلوقتي. كابتن هاني ابو ريده كان يقول لك ايه لما احنا خسرنا في هناك، فكان يقول لك ايه يعني هم اللعيبه بتاعتنا عايزين ايه، ده الحكم عايز بس اي حد يقع وهو يحسب لك ضربه جزاء. ليه؟ لان هو شايف ان هو كان غلطان
من قبل كده. فلازم بقى الجمهور يركز على دي، مش يركز مثلا الصحافه مش تركز مثلا النهارده يقول لك ايه الاهلي منع الصحافه من دخول النادي الاهلي، وتلاقي ان 600,000 واحد متصورين سيلفي صحفيين جولة. مع الناس اللي اتقدمت النهارده. الله، طب يعني الواحد يصدق مين؟ ما لحقتش مثلا ان انت وانت بتصلي الجمعه فما لحقتش تروح النادي، الله هم مانعين ولا ايه؟ فتلاقي ان الناس جوه والناس بره. بقت في قوالب موجوده، احنا النهارده الجمعه ممكن تعالى نكتب شويه حاجات هتحصل يوم الاحد ونالفها انا وانت، ان الاهلي قفل ابوابه، الاهلي لا يرفض استقبال وزير الشباب والرياضه، الاهلي بيدخل شمال في فريق النجم الساحلي. دي بقت قوالب مكتوبه ومتظبطه، يا اما لاغراض نفسيه عشان انت بتدعم مكان على حساب مكان تاني، او يا اما ان انت عايز تكتب اثاره في السوشيال ميديا عشان خبرك يتقري خبر عمرو كمال يتقري اكتر من الكابتن محمد فاروق، فيحصل قرايه، فيحصل اعلان، فيحصل كذب، فيحصل يا عم الجمهور هينسي بعد كده. هنفضل كده في الحال ده كتير للاسف، طالما ما فيش رقابه وطالما المجلس الوطني للاعلام هو لسه عامل لجنه لرقابه. بص بص مدى قوه الصحافه الرياضيه، مش عمل لك مثلا لجنه للرقابه على الصحفيين اللي بتتابع وزاره الاقتصاد، الصحفيين اللي بتتابع وزاره التعليم، اللي بتتابع وزاره الصحه، لا 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 لا، عمل لك لجنه لمراجعه ورقابه الصحافه الرياضيه لمدى تاثيرها المباشر قوي طبعا مع الجماهير، مظبوط، وان انت ازاي تغسل وازاي ان انت تثقف وازاي ان انت تعمل. فده اللي احنا محتاجينه من الفتره الجايه، ومحتاجه ان حتى لو انا عمرو كمال اهو داخل في الصحافه من الابواب الخلفيه وبالوسائط وبالبتاع ده، يتراجع ده، حتى لو انت ما تعرفش تقيله او تحده تلم اموره، مش تلاقيه بيكتب كتابات بتغذي فتن في النص. صحيح. طيب ما زلنا في مباراه النجم، استاذ عمرو خيال يقول لك النادي الاهلي بالرغم غيابته، ولكن طبعا كابتن حسام البدر، واحنا دايما بنقول ان لعيبه النادي الاهلي مش يعني هم 30 لعيب موجودين بنفس المستوى بنفس الشكل، لكن في بعض اللاعبين اللي دايما بنقول ان هم يعني مش عايز اقول ما فيش زيهم، ولكن امكانياتهم الموجوده بتؤهل او بتخلي المدير الفني يشتغل او يعمل التكتيك بتاعه بشكل سليم. يعني واحد زي حسام عاشور، واحد زي عبد الله سعيد، واحد زي احمد فتحي، من اللعيبه اللي ممكن نقول عليهم بالشكل ده. تعامل كابتن حسام البدري بقى مع 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 الظروف دي ممكن يبقى عامل ازاي من وجهه نظرك؟ هو الراجل ظهر قدام كاميرات الدنيا كلها لما حسام عاشور وقع والانفعال ظهر على وشه، باين صح، وازاي ان هو يكاد يكون خسر 40 او 50% من خطته اللي بيلعب بيها قدام النجم. بس تعالى نسترجع كلام كابتن حسام البدري بعد مباراه النجم لما فاز 2-1، تلاقي قدرات مدير فني عاليه جدا، ان هو قال لك انا مش هقدر اضغط على فرقه النجم، انا رايح لازم افوز، ما عندوش حل تاني. فطب هو محتاج ايه؟ ان هو تضغط بقى من البدايه وتقعد تهرس في اللعيبه بتاعتك ال 90 دقيقه. كان قبلها بيني وبينك كان حسام حسن عامل ده مع فرقه المصري قدام الزمالك، وماسك فرقه الزمالك في الشوط الاولاني ضغط رهيب للغايه، وفريق الزمالك مش عارف يعمل حاجه. بعد كده بطاريات فرقه المصري قفلت، المارش مش شغال، الزمالك قلب الناحيه الثانيه، قدر بخبراته ان هو يكسب الماتش. حسام البدري لو كان عمل كده هناك كان هيحصل معاه ده، فقدر ان هو يتعامل بالادوات اللي معاه بحرفيه وبخبره كبيره جدا جدا جدا. اظن ان هو قدراته عاليه جدا في كيفيه التعامل مع المباراه دي. قدامه مدير فني فرنسي مش هين ابدا، عنده قدرات هجوميه من الاطراف قويه جدا، عنده سرعات جيده، عنده ناس بتسدد بشكل كبير من على المرمى سواء متحرك او ثابت بشكل قوي. طيب كابتن حسام البدري يعمل ايه؟ عنده ادوات زي ما حضرتك بتقول، عنده احمد فتحي تشال ابتدى يجرب، وده مثلا مش اسرار بقى، ده الراجل وراها لك في الاتحاد السكندري، وراها لك قدام الرجاء، حاطط لك محمد هاني. فمحمد هاني مش هقول لك نجح في الاختبارين دول، لان الاختبارين مختلفين تماما عن فرقه النجم، ولكن اداله الاريحيه ان انا هسد لك المكان ده، هشتغل لك فيه كويس، ولكن محتاج يبقى قدام محمد هاني لعيب الجناح الايمن بيلعب بتركيز شويه ويقدر يغطيه، بحيث ان محمد هاني منطلق هيبقى عليه ادوار هجوميه، هيبقى عليه رفعات، فما تبقاش المنطقه دي فاضيه، يبقى محتاج سعد سمير يبقى بيغطي الجنب ده برضه. ف
هو عنده عدم وجود حسام عاشور، لان حسام عاشور كان بيقوم بالدور ده كمان بيساعد بشكل كبير، ان لو الفرقه كلها بتهاجم كان بيبقى حسام عاشور ومعاه واحد من الاثنين. فدي برده كابتن حسام بدري اكيد بيفكر فيها يعني في نفس الوقت، يعني انا عايز حساباتها صعبه للغايه وحساباتها كلنا قاعدين نقول عمرو السوليه تمام هو اللي موجود. طب مين جنبه؟ شويه ناس يقول لك هشام محمد، شويه ناس تقول لك انا مثلا كنت بفكر رامي ربيعة. ممكن يكون رامي ربيعه يطلع من ورا، ولكن انا مع فكره جدا ان هو الراجل بالتاكيد مش هيقعد يغير لك بقى في التلات خطوط، لان لو غير في التلات خطوط هتبقى بالنسبه له مشكله. في ناس بيقولوا عبد الله السعيد يبقى موجود وصالح جمعه يبقى قدام او يعني كده قالوا كده، بس يعني هل عبد الله السعيد مش عايز اقول ناس عنده يعني عبد الله السعيد عنده القدرات يعني الدفاعيه اللي هي بالحجم ده ان هو يقدر يرجع ويغطي ويساعد لا ما كمان راجع من الاصابه، وخاصه ان هو راجع من الاصابه وخاصه ان الراجل 31 سنه وخاصه ان انت عندك ادوار هجوميه عايزها قدام. الى جانب ان انا بيني وبينك يعني الناس يعني بتقول ان كلامي تصادمي شويه، انا شايف ان حتى هذه اللحظه صالح جمعه ما ينفعش يبتدي حتى هذه اللحظه، والراجل لما بيديله بعد الشوط الثاني 30 دقيقه بي بي بتاخد منه. لان مثلا كوبار شاركو قدام كونغو وما كانش ادى الايجابيات بتاعته، وكله قاعد ينتقد لك الكابتن حسام البدري يقول لك الله هو الراجل ده مقعده بره ليه؟ يا عم الراجل ده قدرات فنيه مش عارف ايه، وهو قاعد يعالجه نفسيا وقدراته الالتزاميه والاحترافيه بتاعته وسهر وتركيز وقعدات وما شابه، وقاعد يزود الفنيات اللي عنده. هل هو مثلا كمدير فني عنده جوهره بره لا 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 انا مش عايز دي انا هلعب شويه حديد جوه؟ لا طبعا، هو عايز اللي يكسبه ويريحه ويخليه ينام مستريح، ما يخليش شعره يشيب ولا يصلع. فصالح جمعه اظن حتى هذه اللحظه ما يقدرش يلعب لك من اول المباراه، هو محتاج ان الفرق اللي قدامه تكون اجهدت، تكون تركيزها حصل فيه هبوط شويه، فيقدر يعمل لك الشغل اللي هو بيظهر فيه اللي هو يخطف ويضغط ويشوط ويستثمر ده، انما لو من البدايه مش هيقدر على ده. عندك عبد الله السعيد، اظن ان هشام محمد يكون هو الحل الافضل بالرغم ان هو كمان راجع من اصابه، بالرغم ان هو لعيب جديد مع انه من ابناء الاهلي ولكنه لعيب جديد جاي عليه. فهل كان يبقى مثلا احمد حمدي؟ ولكن ده بعيد جدا جدا جدا، ولكن احنا بقى لنا فتره كبيره فعلا برضو في الاهلي ما عندكش بتدي الطفره للعيب اللي جاي من تحت، ان انت تديله مثلا لما انت غلبت الرجاء 4 يعني كنت محتاج ان انت تظهر لك اي حد، بيقول لك في لعيبه كتير، يعني كنت لسه قاعد مع الكابتن ابو مسلم والكابتن بره، فبيقول لك ان في لعيبه كتير تحت يقدروا يدوا، طب ما احنا عايزين ده. احنا بفتقد شويه ان لما كان جوزيه كان موجود كان بيقدر يروح نازل يتفرج على اللي تحت، كان بيودي لعيبه من فوق ما بيشاركوش يلعبهم مع الفرق اللي تحت. ممكن ده يكون بسبب بين قوسين ان الكابتن حسام بدري مش لاحق، ما عندوش الوقت، وده فعلا ضغط مباراه دوري، ضغط مباراه افريقيا، اللعيبه بتاعته بتروح للمنتخب، دي تاثيرات كبيره جدا. ولكن احنا محتاجين ان التمسك بتاعه في وليد ازارو مثلا، ايوه طبعا ما ينفعش ده يقعده، لان حتى لو كل الناس قاعده تقول لك وليد ازارو عنده التركيز وقل دلوقتي الثقه في النفس وبيباصي لاجاي او لمؤمن اكتر ما بيدي تمام، ولكن لو انت قعدته هتفقد كمان الشويه اللي موجودين عنده. لا انت محتاجه جدا تلعب مع على السرعات بتاعته، اجاداته في الاطراف، اجاداته في اجهاد المدافعين اللي قدامك. اظن ان الامور صعبه زي ما انت بتقول، ولكن مع الايمان بان انت في نهائي افريقيا وان انت هتجيب البطوله دي هتقدر الامور دي تختصر بشكل كبير. اجايه في الفتره اللي فاتت يا عمرو برضه؟ نعم اجايه من وجهه نظرك في الفتره اللي فاتت اجاهي بالظبط بالظبط زي ما حضرتك كنت بتتكلم على محمد صلاح، زي ما يورجن كلوب بيتكلم على محمد صلاح، ان هو ازاي محمد صلاح مع ليفربول اختصر مسافه الانسجام مع الفرقه، بيقول لك في نص ساعه اجاهي عمل ده، اختصر الفتره دي كلها في وقت رهيب للغايه، بيجيد بيسمع كلام المدرب، يلعب راس حربه، يلعب تحت راس الحربه، يلعب جناح ايسر، يلعب زي ما يلعب موجود معاك، مختلف تماما، ما حدش الحمد لله يعني بيقول له انت مش مصري، انت مش من ديارتنا، ما فيش الكلام ده كله.
فأجاييه بيتهيألي ان هو من ضمن افضل الصفقات اللي الاهلي عملها بسبب قدراته النفسيه، ان هو عايز يبقى برضه في منتخب نيجيريا الاول اللي هو هيسافر وهيروح، فده احنا بنساعده في كده واللعيبه بتساعده في كده. طيب يعني واحد من اللاعبين المميزين اللي كانوا موجودين مع النادي الاهلي واللي يمكن لعبوا امام الفرقه التونسيه خاصه امام الترجي، هو لاعب مميز وفيرود مميز، وانا لعبت معاه في بتروجيت. كابتن السيد حمدي. كابتن سيد مساء الخير عليك. كابتن فاروق تحياتي. منور، تحياتي ليك. استاذ عمرو كمال طبعا ناخد الرياضي الكبير، سلام عليك برضه. تحياتي لك وتحياتي لك. ازي حضرتك يا كابتن؟ كل سنه وانت طيب. سيد اخبارك ايه؟ طمني عليك. طب قبل ما نروح بقى لاي مباراه او اي حاجه عن مباراه الاهلي والنجم، قول لي اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام. انا كان في خطوه كده في لبنان لكن ما حصلش نصيب، فرجعت متاخر من لبنان، فكانت الدنيا اتقفلت يعني، فقلت اجرب يعني حظي يعني مع نادي المنصوره وان شاء الله خير كده معاهم سنه ان شاء الله هدف الصعود معاهم يعني ان شاء الله. انت لاعب مميز يا سيد. يمكن انا واحد كنا بنلعب في بتروجيت، بعد كده لما يعني انتقلت للاهلي انا ما كنتش بعرف انت يعني بتروح فين وجاي منين، عارف انت موجود كده بتعرف تجيب جون على طول، ما شاء الله عليك. لا انت مميز. لا وبعدين من اللاعبين المحترمين ويعني اللي من جواهم ابيض يعني صافي، ما فيش حاجه. وتحدي جديد اللي هو داخل يعني تحدي يبين القدرات النفسيه بتاع اللعيب، بدل صحيح. ما يروح لحته مستريحه هو دلوقتي بيتحمل كل تبعيات فرقة المنصورة. صحيح. هو عايز يحقق النجاح بتاع الدقهلية ده كله في ان هو يعمل حاجة ويصعد بيهم تاني طبعا. فعليه ضغوطات شديدة جدا، بيتهيألي اختبار صعب جدا جدا، بس هو قد وقدود ان شاء الله. يعني سيد خليني اكلمك، احنا وانت بتكلم معانا كده والخطوه الجديده اللي معاك طبعا مع فريق نادي المنصوره بالتوفيق ليك يا رب، ولكن يعني امامنا مباراه الترجي، يمكن انت واحد من الناس اللي احرزت فيها هدف. قول لي يعني طبيعه الفرقه التونسيه وانت بتلعبها يا سيد، خصوصا بقى هنا وهناك، يعني قول لي انت كنت بتفكروا في ايه في التوقيت ده؟ كان فريق كبير وفريق قوي في التوقيت ده ايضا يا سيد، يعني بتفكروا ازاي؟ ونصايحك للاعبين ان شاء الله في المباراه القادمه. يعني بتتكلم على الترجي ولا النجم بقى؟ ايه يا سيد بتتكلم على الترجي ولا النجم؟ لا انا عايز اتكلم، هو يعني انا بكلمك على الترجي الماتش ده، لكن هي فرقه تونسيه تقريبا بيبقى الاداء واحد يعني ما بتبعدش كتير. هو السيستم يعني السيستم وطريقه اللعب بتاعتهم تقريبا الفرقه التونسيه كلها واحده، زي ما انت عارف تضيع الوقت لو خطفوا جون بتبقى المشكله صعبه قوي بالنسبه للاعب المصري، بيعرف يستفز اللاعب المصري بشكل كبير قوي. لكن الاهلي بلاعبته عندهم الخبرات ان هي تقدر تعدي ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله، بس هي المباراه كده هتبقى صعبه. عارف ان انت عاشور، فتحي، اثنين برضو عندك من مركز الفريق اساسيين في المنتخب واساسيين في مع النادي الاهلي. لكن وعندك عبد الله ووليد برضو مصابين، بيحاول الجهاز الطبي يقدر يرجعهم في الماتش اللي جاي، مش عارف هيبداوا ولا هيبقى احتياطي يعني. كابتن حسام ربنا يعينه برضه في اليومين دول طبعا. لكن الاهلي عنده برضه البديل الجاهز اللي هيبقى له دور كبير قوي في البديل ده، اللي هو يقدر يعوض غياب اللعيبه الاساسيه. لكن المباراه بشكل عام هتبقى صعبه على النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي يقدر يخلصها لو اول ربع ساعه قدر يجيب جون. انا شايف ان الاهلي لو جاب جون هيقدر يلعب مستريح ويكسب جون واثنين والماتش هيبقى سهل يعني. طب انت شفت المباراه اللي هناك يعني يا سيدي؟ شفتها. طيب يعني انت بتشوف ان النتيجه دي بالنسبه طبعا انت لعيب وطبعا لعبت مع النادي الاهلي والبطوله دي، بتشوف النتيجه دي نتيجه مريحه لفريق النادي الاهلي؟ في ناس خايفه، ولكن انا وجهه نظري انا قبل ما انت تقولها انا بشوف انها نتيجه مش وحشه يعني. بص يا كابتن، انت وارد ان النادي الاهلي مش هيطلع يكسب على طول بره ولا هيكسب جوه ملعبه، وده كوره. يمكن الهدف اللي دخل فينا الناس احنا مطلعين الكوره والناس بدات تلعب وده جول فينا، انا يعني شايف ان هو من الناحيه الاخلاقيه ما كانش كويس، لكن الاهلي اتعادل ودي نتيجه ايجابيه كانت كويسه ان هو قدر ان هو يجيب جول، فدي هتفرق معاه برده هنا طبعا. لكن انا شايف انت بتتكلم عن النادي الاهلي يا كابتن فاروق، انت ادرى بيا ان النادي الاهلي ما بتفرقش معاه النتيجه بره او جوه. احنا كنا متعادلين هنا في برج في استاد القاهره وقدرنا، او في برج العرب وقدرنا نكسب الترجي هناك في ملعبه 3،
فلا انا شايف ان النادي الاهلي عنده خبرات، ان هو النتيجه اللي عاملها انا شايف النتيجه مرضيه كويسه قوي. وزي ما قلت لحضرتك يا كابتن، الربع ساعه الاولانيه يمكن تقريبا اي جهاز فني هيتكلم فيها، اللي هي اول ربع ساعه نبقى هاديين ونقدر نجيب جون عشان الامور تبقى ايه بسيطه بالنسبه لنا. صحيح. فما الماتش على ارضنا، في حافز كبير قوي الجمهور معانا، ودي حاجه برضو بتطمن اللعيبه. الاهلي انت عارف الاهلي لما بيلعب وسط جمهوره وبلده بيعمل شكل تاني. انا شايف بمشيئه الله ان شاء الله النادي الاهلي بلاعيبته هيقدر يعدي الماتش ده. طيب عايز اكلمك يا سيد على وليد ازار، ويعني وده اكيد لازم احنا كمان ندعمه بشكل كبير بغض النظر طبعا عدم التوفيق. بتشوفها في وقت ما دي ما حصلتلكش، حصلت لك تقريبا يا سيد انا اتذكر حاجه زي كده، كان حلها معاك ايه انت كلاعب بقى بعيد عن المدرب يعني؟ والله يا كابتن انا شايف ان ازار بيجتهد، يعني انا شايف ان هو بيجتهد. يمكن كابتن حسام ممكن مدير فني يعني ما يديلوش الفرص دي كلها، يعني ممكن يقول لك لا طب انا عندي حد تاني ممكن ياخد الفرص دي، لكن انا شايف ان الجهاز الفني كابتن حسام واثق فيه وعمال يديله ويديله ومسنده بشكل كبير جدا. ازارو عنده حاجتين، يا اما يستحق الفرصه دي ويثبت نفسه عشان ان هو لو قعد احتياطي هيتعب ان هو يخش، فلازم يكسب الثقه بتاع الجهاز الفني دي، ممكن مش اي جهاز فني ممكن يديها له. صحيح. ان وليد بيجتهد بس الفرد مطالب ان انت تجيب اجوان، عشان ان في ناس جهاز فني بيلعبك وانت وراك برضه جمهور كبير. انت عارف النادي الاهلي لو يعني بيضيع مثلا والكلام ده فالدنيا بتقوم مش زي بره، يعني هنا في مصر الموضوع مختلف، وانت لعيب في النادي الاهلي بتبقى الموضوع صعب شويه. صحيح. فانا شايف ان وليد بيجتهد، لكن لو استغل الفرصه شايف الجهاز الفني هيدعمه اكتر كمان. لو الامور ما كانش فيه توفيق، انا شايف ان الفتره اللي جايه ودي ما يعني ودي يا رب ما يعني ما يكتبهاش عليه، يعني هيبقى احتماله في الفرصه تبقى قليله يعني. صحيح. لان هيبقى في ناس ثانيه لا الاحق ان هي تشارك، زي متعب مثلا او كابتن عماد متعب زي ما انا بقول له، اللي هو بيجتهد وهو اقرب حد من ان هو يبقى موجود يعني. شايف متعب. وفي كمان لسه مروان هيرجع تاني برضو الامور برضه. مروان انا بتكلم عن الناس اللي في احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان ناشئ طبعا جايب لازم ياخد فرصته. لعيب كويس جدا احمد، انا بتابعه بس انا بتكلم عن متعب اللي هو اقرب واحد يعني. صحيح. فاهم؟ انا بتكلم عن متعب. صحيح. سيد يعني بشكرك يا سيد وبالتوفيق ليك، يعني انت واحد من اللاعبين المميزين والاخلاقيا يعني حاجه مميزه جدا، بالتوفيق ليك طبعا مع فريق المنصور، نشوفك السنه الجايه في الدوري الممتاز. كابتن سيد يعني من اللعيبه المميزه. عايز اقول لك بقى نتيجه مباراه السموحه والزمالك، فوز السموحه حتى يعني 3-0، مفاجاه طبعا لفريق انتهت المباراه. انتهت المباراه بفوز السموحه 3-0، يمكن الثلاث اهداف عن طريق محمد حمدي زكي، محمود عبد العزيز وباتريك مالو في الدقيقه 90، احرز الهدف الثالث باتريك مالو في لنادي السموحه. طبعا مفاجاه، ما زالت المفاجآت على نادي الزمالك بتستمر. دي الاهداف معانا على الشاشه طبعا، الهدف الاول محمد حمدي، ده الهدف الثاني لمحمود عبد العزيز، وبعد كده باتريك مالو في الدقيقه 90 بيحرز الهدف الثالث، ويمكن بينهي تماما على امان نادي الزمالك من ان هو يعوض في هذه المباراه امامنا على الشاشه. ده ليه بقى كابتن فاروق؟ اتفضل. لو تشوف قبل ما سموحه يجيب لك اول جون عن طريق جده الصغير، تجد ان كل لعيب سواء دفاعيا او هجوميا لما بيلعب لعبه غلط مش بيتجه بنظره للجهاز الفني وبيعتذر. انا بلاقيه الجهاز الفني الناحيه دي بلاقيه ان هو بيتجه ناحيه المنصوره وبيعمل حركه او بيعتذر بإماءه او بشكل. ده ايه اللي حاصل؟ ان رئيس نادي الزمالك موجود في المقصوره فمسبب ضغوطات على اللعيبه شديده جدا. وده اللي هو لو حطيت حضرتك يعني عملت عمليه مقارنه في جدول، كابتن لسه كان بيقول لحضرتك ان سيد حمدي بيقول لك هو بيدي لوليد ازارو. ليه؟ ده الفرق. وليد ازارو قاعد يغلط 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 يغلط، او بلاش يغلط، يضيع 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 يضيع. لو كان في حته ثانيه تدخل كمان، ما دي مهمه جدا. ما انا بقول لحضرتك لو كان في حته ثانيه كان زمانه مش هو اللي بيحضر الشنطه، لا ده في ناس في الشقه بتاعته حضروا له الشنطه وقطعوا له التذكره وودوه
على الطياره، وان ما عارف انت نظام مستر اكس لما كان بيديله بالبوكس فتلاقيه طلع على الطياره بظهره مش عارف ايه، ده كان وليد ازارو راح لو في نادي تاني. ده الفرق بين ان انت بتدي ثقه للعيب الى جانب ان الجمهور لازم ياخد باله. لما كابتن حسام البدري بيعمل كده عليه ضغوطات شديده جدا جدا من مجلس الاداره، ومجلس الاداره لا يتدخل وسايب لك الفرصه تعمل اللي انت عايزه، ولكن النتيجه بعد كده هاجي حاسبك، ما انا مش هسيب لك الامور كده. فهو انت كنت بتدي الفرص دي بناء على علم وبناء على خبره ومعلومات، ولا بناء على ان انت بتكابر؟ ما هو برضه ممكن يتقال كده. طيب شيل مجلس الاداره، تلاقي المهاجم الاخر اللي هو دلوقتي خلاص ما عندناش الا كابتن عماد متعب صاحب الخبرات واللي مقيد افريقيا، هو اللي موجود بره محطوط برضه تحت ضغط الكابتن حسام بدري، تحت ضغطه، هو راجل محترم ومقدم بيقولش اي حاجه، ولكن تحت ضغطه ان هو ايه الجمهور ما تديله فرصه بقى يا اخي، ده عماد متعب لو عمل الكوره كده في اي في الدقيقه كام من 94 ولا 93 ولا 1100 هتلاقي عماد متعب بيجيب الكور بتاعت وليد ازارو. فتلاقي ان الراجل حتى هو بياخد القرار عليه ضغوطات شديده للغايه، ولكن في ادوات بتساعده. هنا بص على جمعه في الزمالك، بص على رؤى، بص على المدافعين، تلاقي كل واحد وهو بيلعب اللعبه ركبه بتخبط في بعضها. ده صح ولا لا؟ لا بالتاكيد محتاجين اريحيه. هو الراجل رئيس نادي بيحب ناديه جامد جدا 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 وشغوف قوي، بس هذا الحب من الحب ما قتل زي ما بيقولوا. يمكن انا مش عايز اتكلم في حته زي كده، لكن ما هو مش انت اللي بتتكلم، انا اللي بتكلم. ولا انت راجل سالتني، انت ما سالتنيش. بامانه يمكن انا كنت متخيل السنه دي مثلا نادي الزمالك مش هيبقى فيه اي تصريح لرئيس النادي بعد المباراه، حتى لو كان في حاله على فكرة مكسب او خساره. على فكره لكن هو عمل ده لو انت قيسته بقى، تعالى اوزن والمعادلات الكيميائيه. هو ما كانش بيستنى، ده بين الشوطين كان بيعمل. فهو قدر يضغط على نفسه ويضغط على نفسه خمس ست مباريات كده، كان لو رئيس نادي تاني كانه سكت بقاله سنتين. واخد بال حضرتك مع الفوارق ازاي؟ كده كانه هو قاعد بقاله سنتين ما بيك، انا بقالي سنتين ما بتكلمش. الاربع خمس مباريات دول هو مش قادر ده، وعايز اقول له ان المنافسين، انا لو من الفرق المنافسه يا ريت تعمل كده على طول. اسالك سؤال كده بقى، في ظل النتائج الحاليه والنادي الاهلي لسه كمان قدامه مباريات مؤجله ولسه هيخش في معمعه الدوري بعد ان شاء الله وحصوله على كاس افريقيا بامر الله، يعني بتشوف ان الدوري السنه دي للنادي الاهلي في ظل النتائج دي ولا الامور هتبقى صعبه؟ ما لا لسه الامور ما بتتحسش. ليه؟ يعني مثلا بعد ما مصر فازت على كونغو برازيل، على الغريم التقليدي دائما للنادي الاهلي هو الزمالك، النتائج يعني بالنسبه له اعتقد الى حد ما تخلي الناس تفكر في الجزئيه دي بشكل كبير. ممكن المصري يعني المصري كان السنه اللي فاتت لعب معاك فاينل كاس، لعب رابع دوري، هيلعب افريقيا، هل هيجهد في افريقيا فمش هيقدر يكمل معاك؟ ما دي برضه ليها حساباتها. ما كله كان يجي يلعب سموحه قدام الاهلي مش عارف ايه، المقاصه السنه اللي فاتت كانت تعمل ليه بتعمل ده؟ لان هي اعدالك ماتش واعدالك عليه، انما انت كنت تلعب افريقيا، تلعب منتخبات، تلعب دوري، فكانت انت ما انتش لاحق تلقط نفسك، والتاني بيلعب باريحيه، بيعالج في استشفى في غيره. عندك اكتر من فرقه، عندك سموحه القوه الدفع دي ممكن لو هم استغلوها صح وما يجيش يخسر الماتش الجاي، ما ممكن يفوز على الزمالك وتلاقيه يقابل الرجاء فيروح خسران منه. هل الفرق دي هتقدر تلعب بالباور ده وتستغل ان الاهلي مش موجود فتقدر تعمل فوارق في النقاط وتقدر تعمل عليه فوارق نفسيه لما يجي يواجهها، وهيلعب بقى ماتشات تحت ضغوطات وهيلعب مباريات مضغوطه كل مباراه عشان يلحق يلعب المؤجل، هل هيستغلوا ده؟ هل هيستغلوا انه ما فيش جماهير والاهلي معهوش معاه جمهور بس مش موجود فبيعادل الكفات؟ هل ده هيعملوه؟ يعني الامور بتتحسب باشكال مختلفه. هل انتخابات مجالس الادارات بتاعت اللي احنا لاعبين فيها هتحدد لك على الاقل على الاقل لحد نهايه الدور الاول؟ اظن الانتخابات هتاثر بشكل شنيع في تحديد الفرق واشكالها وتغييرات الاجهزه الفنيه. هيحصل ده وبشكل كبير جدا جدا. طيب واسمح لي اتفضل، ان في نقطه انت ما سالتنيش فيها برضو زي ما انت ما سالتنيش في الزمالك، في نقطه النهارده مثلا ما مش مبلوعه. انا عن نفسي كمشاهد كبشوف كوره، بلاش منام، بلاش تقول لي كناقد رياضي دي بقى. طيب خلاص تمام. ف
كصحفي راجل بنكتب في الصحافه ان انت قاعد على طول بتراقب بتشوف بتحدد دي شغلانتك. معلش مع كامل التقدير والاحترام ان الاهلي اخر يوم ليه بكره في تقديم اوراق ترشيح، ما سالتنيش ولا قلتها لي في الفاصل، ولكن ما كانتش عجباني الزفه بتاعت النهارده في ان الناس اللي راحت تقدم اوراق ترشيحها. ليه؟ لان انت كل الناس بتقول لك الاهلي فوق الجميع، وانت عندك مباراه بعد بكره قدام النجم الساحلي. اظن ان كان كل واحد لو قدم ورقته في منتهى الهدوء وعمل اريحيه لفرقه الكوره بتاعتك اللي هي عايزه تحقق طفره للجمهور بتاعها، اظن ده كان افضل واسلم بشكل كبير جدا. طيب خليني اقول لك بس، يعني كابتن محمود الخطيب يعني كان هو بيقول الموضوع كان في هدوء، لكن حب الناس لكابتن محمود يعني ما علينا بقى، هل مش عايز اتكلم فيها. لا انا اللي بتكلم، لا بغض النظر، انا راجل ضيف. اوعى تعمل لي زي ده، لا تنور طبعا. لا 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 انا راجل ضيف وبقول اللي ما ممكن اكون كلامي غلط مش سليم. قصه في انا بقول لك، ما بقولش شخص محدد، انا بقول لك الناس اللي ما ممكن النهارده نائب السيد محمود طاهر اللي تقدم ممكن كان برضو، ولكن انا كنت بطالب كاحد الناس اللي عايزه زي ما منتخب مصر يبقى النادي الاهلي ونبقى كده بنتربع على افريقيا السنه دي، كنت اتمنى ان الامور ما تبقاش فيها زفه. بعد كده اعمل الزفه يا اخي، فبعد ما الاهلي يصعد بعد ما ياخد بطوله افريقيا يعني دي همسه في اذن الناس. طيب خلينا اكمل لك بقى، انا يعني عارف ان الموضوع حساس بالنسبه طبعًا لك. احنا هنا في قناه الاهلي يعني برضو خلي بالك في ناس ظلمتنا كتير في حته ان احنا بنيجي على حد، ولكن والله ده ما بيحصلش خالص. والله اقسم بالله ما حد قال لي حاجه. انا عارف انا عارف. خلينا اكلمك، يعني كنا بنتكلم الموضوع اخذنا لبطوله الدوري الممتاز، لكن انا ما زلت بتكلم على مباراه النجم واهميتها في الفتره القادمه. يعني المباراه دي كمان هتزقك لقدام في بطوله الدوري، هترجع تتفرغ بشكل او ممكن ما تلعبش. يعني انت لو كسبت ان شاء الله بامر الله وصعدت للمباراه النهائيه مش هتلحق تلعب بطوله الدوري يا استاذ. لا واتحاد الكره هيحاول ان هو يديك الاريحيه زي ما اجل لك مباريات وزي ما وزاره الداخليه هو في حاله واحده بس النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله مش هيبقى ملاحق على المباريات. في حاله وصولنا لكاس العالم للانديه ان شاء الله الحاج عامر حسين اتكلم وقال تصريح ان احنا كنادي اهلي هيلعب مباراتين كل مباراه كل يومين، فده في حد ذاته هيبقى ضغط كبير في حاله طبعا وصولنا لكاس العالم للانديه. لكن يعني اكمل بقى مباراه النجم يا زعيم، الخوف من ايه في هذه المباراه؟ الخوف من اللي حضرتك قلته ان لا قدر الله المدير الفني للنجم الساحلي التونسي بالتاكيد عايز يلعب معاك مباراه بوكسنج ويديك ضربه خطافيه تفقدك التركيز. اللي حضرتك قلت عليه ان هو ممكن يلعب جدا على ان هو يخطف هدف باي شكل من الاشكال. فبالتاكيد بالتاكيد لازم يبقى تركيز الاربعه المدافعين اللي ورا رائع وعالي جدا. علي معلول ومحمد هاني من الجنبين معروف للراجل ان هم هياخدوا اوردرات هجوميه بشكل كبير جدا، يبقى تركيزنا ان ما يبقاش فيه مساحات وشوارع ورا خلفيه. ما يبقاش تركيز قلبين الدفاع والاثنين الوسط ما فيهوش التركيز الكافي اللي مش بدرجه 100% بدرجه 200 و250%. ليه؟ ان انت تمنع السرعات وتمنع تسديدات وتمنع اي فاولات من منطقه قريبه من منطقه الجزاء. مطلوب ان شريف اكرامي يبقى في اعلى فترات تركيزه زي ما حصل في رادس، ان هو يريح اللعيبه ويقطع كل الكرات العرضيه بدري بدري. مطلوب انه ياخد الكوره ويشوطها في اي منطقه تتلعب للعيب مش تتشاط وتضيع مننا بشكل او باخر. مطلوب ان بلاش وليد ازار، مطلوب اجاي ان هو على فكره اجاي ممكن جدا يعالج وليد ازار بشكل كبير جنبه. ولو جبت الجون اللي حصل مع بعض في المباراه الاخيره هتشوف ازاي هو راح يطبطب عليه ويخبط على راسه مؤمن زكريا. اللعيبه بتعالج ده، مطلوب التركيز ده الشديد للغايه، مطلوب ان انت تعمل تفاني في الامر بشكل كبير جدا بالنسبه لوليد سليمان وعبد الله السعيد وصالح جمعه ومؤمن زكريا في مناطق مشاركتهم، بحيث ان هم بيلعبوا باقصى تركيز وان هم مش المشكله مين اللي لعب الكره دي، مش المشكله مين اللي غازل، مش المشكله مين اللي عمل الاسيست، مش المشكله مين اللي جاب الجون. الهدف الاكبر ان الاهلي يلعب النهائي بتاع افريقيا، وده
يا على المكاسب اللي هتحصل لمصر فيها. نشوف دلوقتي كل مدربين اوروبا بييجوا بيتكلموا على مصر ازاي ان هي وصلت كاس العالم، وبيكلم لك على لعيب لعيب، وبيتكلم لك على فرحه الجمهور. زي بقى ما كان كل شويه كان يتقال لك كده في بدايه الالفينات، العالم قريه صغيره ولا حد فاهم يعني ايه قريه صغيره. دلوقتي مدربين اوروبا العتاوله الكبار بيكلموك على مصر ازاي لعبت قدام الكونغو واللعيبه بتاعتها عملوا ايه. ده هيحصل مع الاهلي، وفي النهايه مش هيقول لك اهلي، هيقول لك بطل مصر. طبعا الاهلي له الاسم العالمي بتاعه، بس اللي كل الحاجه هتتصب في خزنه مصر دي اللي هتوصل، اللي وصلت كاس عالم للمنتخبات، واللي باذن الله توصل كاس عالم للانديه. امور مختلفه تماما، مكاسب مهوله لازم نعمل عليها بشتى الطرق. طيب استاذ عمرو، خليني بس يعني قبل ما انهي الفقره مع حضرتك اخد رايك في مباراه الدوري وابرز المفاجات اللي انت ممكن تكون شفتها في الجوله السادسه. ابرز المفاجات النهارده بعد صفاره الحكم، كل مباراه بتلاقي فيها مشاجره بين الاجهزه الفنيه وبعضها. يعني في مباراه المصري ووادي دجله، المصري والرجاء النهارده تعادل، عفوا المصري والرجاء وبتروجيت ووادي دجله، الاربعه مديرين فنيين حصل بينهم تنشنه وشد وتطاول بين احمد حسام ميدو والكابتن محمد يوسف. وده يعني دي الحاجه الغريبه اللي احنا بنصدرها للجمهور، مش اللي انت بتقول له انت بتلعب بروح رياضيه، واللي بيبذل مجهود وبيشتغل بيكسب وبنقول له مبروك. ما في، عايزين نروح مباراه التنس اللي هو اللي بيخسر بتروح تسلم عليه، زي ما اتحاد كره اليد كان بيعمل في منتخب مصر، كان يجي يسلم على الفرقه الثانيه ويجي يحيي الجمهور، زي ما بيحصل في مباراه كره الطايره، كله بيقف الثانيه يصطف، مش استناك ورا دكه البدلاء عشان يقول لك كلمه يديك بوكس. ده حصل في مباراه بتروجيت ووادي دجله، حصل في مباراه المصري والرجاء، ودي حاجه غريبه من مدربين كبار لازم يكونوا قدوه للناس. اللي بظن برضو حضرتك في سريعا ان ما بعد مباراه، لان دي حدود ليك، بعد مباراه مصر والكونغو كنت انت ككوبر، لو انا قاعد قدامه الراجل ده محتاج مهاجمين، الراجل ده محتاج يسد المراكز اللي عنده في المنتخب وهي كتيره. طب المديرين الفنيين يساعدوه؟ لا، انا شايف كله دلوقتي بيلعب وهو مستخبي في الدره، كله خايف. هتلاقي ان المباريات في غالبيتها تعادلات. ده ليه؟ عشان حصل لك وانت دلوقتي في الاسبوع السادس وفي مباريات كتير متاجله ما اتلعبتش، تلاقي فيه ثلاثة مدربين اتغيروا. أمال لما توصل للأسبوع العاشر هتلاقي 90% من المدربين اتغيروا. وفين تدخل اتحاد الكورة في إن طلبوا الخبراء من نهاية الموسم اللي فات إن الفرق ما تغيرش إلا 2 مدربين بأقصى تقدير؟ وده مش عشان أكل العيش، تقنين الموضوع مش عشان أكل العيش، ده عشان النواحي الفنية هتعود على منتخبات مصر نفسه، سواء المحلي أو الأول أو الأولمبي زي اللي هو هيلعب فيه المحليين. زي بالظبط كرة السلة الأمريكية كانت هي الوحيدة اللي بتلعب الأربع أشواط، كل العالم وحضرتك لفيت العالم كانوا بيلعبوا الشوطين. لما الاتحاد الدولي بتاع كرة السلة وجد إن ده كويس للسلة راح طبقوا عليه. فأنت كاتحاد كورة حقك تعمل القوانين وتحطها، ما يبقاش انشغال وزير الشباب إن هو يشغل اتحاد الكورة، استقيلوا أنتوا لازم تشتغلوا حسب القانون الجديد، لا كفاية عليكم كده. يكلم الدكتور حسن مصطفى عشان يخاطب الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه قبل ما اتحاد الكوره يخاطب اللجنه الاولمبيه. امور غريبه تعود بيك الى خطوات للخلف في مباريات الدوري اللي بتروح عايده على طول على المنتخب. استاذ عمرو يعني الصحفي والنقد الرياضي بالاخبار الرياضه، حلوه قلته صحفي برضه. ايوه تمام كده كويس كده. اشكرك والله يعني وجودك معانا دايما، يعني تبقى متواجد معانا باستمرار. سعيد كل اللي انا قلته انا اللي قلته، لا ومحدش سألني فيه، مفيش أي حاجة والله، عشان محدش يسألني. وزي الفل يعني زي الفل. ويمكن تواجدك كمان وكلام حضرتك بخصوص المباراة القادمة مهم جدا طبعا، وإحنا أكيد جزئية الجمهور واللاعبين كانوا محتاجين دفعة، ولكن أنا بقول لك الدفعة هتكون موجودة إن شاء الله. إن شاء الله ما يستعجلش، ولا قدر الله، لأن الكابتن بيحط، عفوا على تضييع الوقت، بيحط احتمالات. لو جه في جون انت اقوى من كده، والجمهور هو اللي بيساعد على ده، ان هو ازاي بيعود تاني، لدرجه ان جمهور منتخب مصر اتعلم ده من جمهور النادي الاهلي. انت رجعت في اصعب من كده، رجعت في تونس بالظبط، ورجعت في الكونغو صحيح.
شكرا استاذ عمرو. شكرا معانا. شكرا كابتن. يعني اكيد كان استاذ عمرو موجود معانا. كلامنا عن مباراه النجم مستمر مع نجوم مصر كابتن رضا شحاته وكابتن احمد ابو مسلم بعد الفاصل.